صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حوار اليوم الأربعاء او 3 تموز 2024. بهذه الحلقة بصيرني استضيف الاستاذ فيصل عبد الساتر مدير مركز دار للإعلام. صباح الخير صباح استاذ فيصل، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني واخيرا اقتنع الامريكي ربما يعني ببعض التسريبات او الكلام الصادر عن المفد الرئاسي الامريكي هوكشتاين بانه فعلا الجبهة اللبنانية الجنوبية مرتبطة ارتباط وثيق جدا بجبهة غزة. اليوم يلتقي المفد الفرنسي، يعني في حراك عن ان كان على مستوى ردع توسع الحرب وان كان على المستوى الرئاسي رح نحكي فيه بعدين بموضوع جبهة الجنوب. اليوم كيف بتقرأ اللقاء اللي رح يصير بين الامريكان والفرنسوية بفرنسا، يعني بين لودريان وهوكشتاين؟ أول شيء صباح الخير لك مدام نورة، وصباح الخير لكل المشاهدين، شكرا للاستضافة. طبعا يعني ما عاد خافي على أحد يعني المحاولات الأمريكية والفرنسية لفصل الجبهة اللبنانية عن غزة هي محاولات يعني كانت دؤوبة ولم يعني تقتصر أيضا على الأمريكي والفرنسي، بل أيضا يعني شملت جنسيات أخرى. يعني ما بقي حدا في هذا العالم إلا وإجا على لبنان، وهم يعني للي ما بيعرفوا لا يدركوا حجم القوة اللبنانية التي جعلت لبنان أحد أهم اللاعبين في المنطقة وربما في العالم. وطبعا هذا الأمر أكيد مش من وراء دبلوماسية ولا من وراء يعني نواب المعارضة أو الأصوات النشاز بالداخل اللبناني، بل هذا بفضل قوة المقاومة التي أثبتت حضورها وأثبتت أيضا أنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي واستنزافه بشكل كبير. لذلك هؤلاء سلموا، وأنا بعتقد أنه خطاب السيد حسن نصر الله بأحد الخطابات تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح وقال أنه الكل بات مسلما بأنه لا يمكن فصل الجبهة اللبنانية أو جبهة جنوب لبنان عن غزة. وبالتالي كان يعني هؤلاء لا يريدون الاعتراف على قاعدة أنه هن على المرء أن يسعى، يعني فهن كانوا دائما عم تقصد يعني نحن ذكرنا أنه اعتراف خارجي، بالداخل بتلاقي فيه اعتراف بربط هذه الشبهة؟ لا، بالداخل في إنكار وفي جحود وفي شيء من الحقد السياسي غير مبرر على الإطلاق. يعني إذا بتلاحظي بيان ما يسمى بنواب المعارضة بتحسي حالك أنه مجلس حرب مصغر، يعني عم يدافع عن إسرائيل بدل ما يقول أنه أنا على جانب لبنان. يعني اللي بيسمع لهجة اللي عم بيحكي لهجة قسمات وجهه تحس حالك انه هو مش لبناني، يعني هو موجود بلبنان بس مش لبناني. يعني بس هي مش محاولة لوضع خطة ما بعد هيدا الحرب او افق هيدا الحرب؟ لا لا، ما لها علاقة، ما لها علاقة خطة ما بعد وتطبيق القوانين القرار ما لها ما لها علاقة. هيدي اولا حزب الله لم يقطع الطريق على هذا الامر، هو تحدث اكثر من مرة انه فلتوقف او فليوقف العدوان في غزة ولكل حادث حديث، وكان كلام واضح من السيد حسن نصر الله، ما حدا بيقدر يزيد على هذا الموضوع. واولا حزب الله اوضح اكثر من مرة انه لا يريد الحرب الواسعة، ولكن اذا فرضت فهو جاهز لها. طب هذا كلام واضح واشارة صريحة، الا اذا كان البعض يريد ان يجردنا يعني ايضا من كل منظومة القيم والاخلاق والشهامة والنبل في ان نكون الى جانب اخواننا في فلسطين وفي غزة في حين أنهم يذبحون. يعني مسموح لكل العالم أن يكون إلى جانب إسرائيل، ومش مسموح لك أنت تكوني إلى جانب يعني شقيقك الفلسطيني اللي بتربطك أنت وياه جغرافيا وديموغرافيا. ومش بس هيك، يعني عندك 13-14 مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هؤلاء باتوا يشكلون جزءا من النسيج اللبناني منذ عام 1948، وايضا يعني ما جاء ايضا في عام 1967. طيب عم تحكي بناس صاروا 75 سنه معك بلبنان، وهودي ولدوا اجيال وخلفوا اجيال. يعني هؤلاء مطلوب انه نحن ننزع شعورهم ويصيروا انه هن بس موجودين ببلد محكومين بلعبه انه المخيم ودائره المخيم الصغرى، ممنوع يتفاعلوا مع قضيتهم ومع شعبهم اللي عم يذبح
في حين أنه مطلوب من الأمريكي ومن الفرنسي والبريطاني وكل الدول في العالم أن يأتوا إلى إسرائيل حبوا على الثلج، يقولون نحن مع إسرائيل ونقدم كل شيء لإسرائيل، وممنوع على لبنان الذي لا زال حتى هذه اللحظة عنده الكثير من المشكلات لازالت بعدها مع إسرائيل، وبيطلع واحد بيقول لك انه اخي نحن شو خصنا بهالحرب، نحن ما لنا عليها بهالحرب، نحن شو خصنا بغزه وما بعرف شو الى اخره. طبعا هذا ما له علاقه بلبنانيه هؤلاء، هذا له علاقه بغير لبنانيتهم، الا ما نذر يعني الذين يعني ميزوا انفسهم، وهذا التمييز كان في مكانه كالتيار الوطني الحر، لقال انه انا ضد وحده الساحات لكن انا الى جانب المقاومه وادافع عن لبنان، واسرائيل هي المسؤوله عن كل هذا الذي يجري في لبنان، ولا يمكن الا ان نكون مع المقاومه. من هون لما بنطلع من حي التيار الوطني الحر ومواقف الوزير جبران باسيل، البعض بيعترض يا اخي ليش بدك تعترض؟ التيار الوطني الحر عم يعرف كيف يتموضع وعم بيقول انه انا ضد وحدة الساحات صحيح، لكن انا مع لبنان، مع المقاومة في لبنان، واذا ما صارت الحرب انا ساقف الى جانب المقاومة اللبنانية والى جانب حزب الله. طيب شو بدك احلى من هيك موقف؟ في حين انه اخرين بيطلع بيقول لك مجموعات مسلحة. هذا النائب اشرف ريفي نائب القوات اللبنانية بيطلع بيقول انه مجموعات مسلحة في لبنان محلية واجنبية، يعني انه هو على اساس يعني عنده لغة دبلوماسية بيضاء عم يخاطب دول العالم يعني. طيب مثل هذا مثل هذا النوع من الخطاب هذا من يفيد؟ هذا بيفيد لبنان؟ حتى لو انت ضنين بلبنان هيك الخطاب، طيب على الأقل وجه تحية للجنوب الصامد، لأهالي الجنوب اللي عم يتعرضوا إلى آخره، طلع ذكر أنه في عدو إسرائيلي، بيطلع يقول على جميع الأطراف الالتزام بال 1701، مفكر حاله أمين عام الأمم المتحدة هو عم يحكي يعني. رغم أنت نائب عن اللبنانيين بصرف النظر كيف جيت، لكن على الأقل نائب ما حدا في شكك بشرعية وصولك للمجلس النيابي، اطلع على الأقل استذكر شيء من مهامك السابقة، يعني كنت مدير عام لقوى الأمن الداخلي، على الأقل استشعر بشيء من الغضب تجاه ما يجري في غزة، انه انت جردت حالك اصبحت مثل كأنك جسم بلاستيك عم يحكي، حدا قايل لك تحكي وصافين حد منك 11 نائب، يعني حتى لا يتبنى الموقف التقليدي السني يعني مع القضية الفلسطينية. يعني سمعنا بعض وانا برايي يعني القوات اللبنانيه استعملته استعمال صحيح، انه انت سني من طرابلس طلع انت قول البيان، وهو طلع يعني مبسوط انه على اساس الكاميرات يعني الى اخره. طيب انت وين بدك تروح من اهل طرابلس واهل الشمال؟ يعني شو بدك تقول للعالم الا اذا كنت هالقد يعني خلص شمعت الخيط يعني. على كل حال مطلوب من اهل طرابلس والشمال ان يحاسبوا مثل هؤلاء النواب الذين يصلون بالصدفه ويتحالفون مع من قتل رئيس حكومتهم الرئيس الراحل رشيد كرامي. طبعا انا مش عم حرض، بس انه هذا النوع من الكلام لا يمكن لاحد ان يسكت عليه، وانا هون مش عم بحكي بس صحافي، انا عم بحكي كمواطن لي انتماء. انا ما فيني اجرد حالي، انا مش طالع احكي ومعي صحافي تاني عم نعمل قراءه موضوعيه للاحداث، لا، هي ما لها علاقه بالقراءه الموضوعيه ولا بالمهنيه الاعلاميه. انا مش عم بكتب مقال هلا، انا عم بحلل عم بقرا انه يا اخي كيف بعض الناس بيعطوا خدمه للاخر، خدمه لعدو لبنان، بيقدموا له اياه على طبق من فضه وبيطلع بزيد عليك باللبنانيه. لا مش بس هيك، بيطلع بيقول لك يستخدمون القضيه الفلسطينيه ولا يخدمونها. طيب انت بشو عم تخدمها للقضيه الفلسطينيه؟ اعطيني لاشوف شو الخدمه اللي قدمتها للقضيه الفلسطينيه لحتى تطلع تقول انه حزب الله عم يستخدم القضيه الفلسطينيه. لا وايران ما بتشوف استاذ فيصل انه هيدا الحراك اللي عم بيقوموا فيه المعارضه وعم بيقولوا انه رح يستكمل لاحقا بخطوات اخرى، انه ياتي على قاعده انه الحرب بعد 9 اشهر وفتح الجبهه اللبنانيه على وجه الخصوص لم يؤتي بثماره او بهدفه الاول وهو وقف الحرب على غزه. شوفي مرة واحد يريد أن ينكر يعني كل ما جدوى هذه الحرب بالنسبة لهم يعني ما جدوى لا. يعني أولا هل أعلنت إسرائيل أنها انتصرت؟ هل حققت أهدافها فيما رفعته من شعار الحرب على غزة؟ طيب إلى الآن مع العلم الآن بدأوا يحكوا عن المرحلة الثالثة، يعني التي هي
يعني آيلة إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر. طيب هل استطاع نتنياهو أن يخرج ويقول أننا انتصرنا؟ هل خلص الأسرى؟ هل قضى على المقاومة في فلسطين أو في قطاع غزة؟ هل قضى على أحد من قيادات حماس؟ هل أتى برأس السنوار كما كان يدعي؟ طيب كل هذا لم يحصل. لا يطلع واحد يقول لك أنه شو نفع وشو جدوى هذا الأمر. أولا هذه الجدوى مش ضروري تقرأيها في اللحظة الحالية، وإن كانت هي موجودة يكفي اعتراف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتحيات إلى جبهات الإسناد من لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يكفي هذه التحيات المتواصلة حتى من ناس مفجوعين بكل عائلات استشهدوا طلعوا كانوا عم يحكوا هذا الحكي، مش لاطرين حتى حدا بلبنان يعترف ما جدوى هذه المعركة. لو لم يكن في جدوى، لماذا الأمريكي والبريطاني راح على اليمن وبلش يقصف اليمن ويضرب اليمن؟ لو لم يكن هناك من جدوى، لماذا كانوا يهددوننا دائما هوكشتاين وغير هوكشتاين بأنه يعني الوضع في لبنان مقلق وأنه إسرائيل لن تستطيع الانتظار؟ هذا يعني أن الجبهة في لبنان آلمت العدو الإسرائيلي، جعلت كل الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار. يكفي أنه يعني على مدى 9 أشهر أنه هذا الإسرائيلي محاصر ببقعة جغرافية، إلى الآن صار مطلق أكثر من 130 تهديد من أعلى السقوف، يعني بأعلى السقوف، ولم يستطع أن يفعل شيئا لأنه عاجز ومربك وخائف فعلا من قدرات المقاومة. لا تطلع، يعني أنا بدي أسمع لنائب بالبرلمان اللبناني معروف شو أهواء ومعروف حقده التاريخي على المقاومة، بل حقده على 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 بني جلدته في كل هذه المنطقة، إنه هو بده يعطينا شهادة إذا كانت هذه المقاومة نفعت أو لم تنفع. المقاومة لم تدعي، بس بالمناسبة المقاومة لم تدعي أنها لوحدها أو لوحدها ستمنع يعني استمرار الحرب على غزة، لكن قالت أنه على الأقل أنا سأكون إلى جانب هذا الشعب في غزة والمقاومة في غزة، ما لم يقف العدوان لا أوقف عملياتي العسكرية. كانت واضحة، ما قالت أنه أنا بقدر أوقفهم، ما قالت أبدا هذا الحكي حتى لا حدا يطلع ينتقد المقاومة. أنا برأيي يعني علينا أن نكون أيضا مقتنعين بأنه هذه المقاومة ما بدي كل هذا الحكي شو بدي فيه. ما قاله بلينكين بالأمس سيد هؤلاء والذي يأمرهم وزير الخارجية الأمريكي، شو طلع يقول؟ اللاعبين الكبار في المنطقة، وصف حزب الله باللاعب الكبير. طيب لما أمريكا بتحكي عن حزب الله هيك، بعد حدا بيرد على نواب المعارضة اللي ما حدا شايفهم ولا حدا سائل عنهم؟ يعني مع احترامنا لهم كأشخاص، أنا ما عم بتناولهم بالشخصي، أنا عم بتناول المنطق تبعهم. هذا المنطق يضعف اللحمة الوطنية أصلا من غير شيء، هي ضعيفة. يعني هؤلاء يزيدون في يعني تمزيق النسيج الوطني اللبناني، في حين أن التيار الوطني الحر في مواقف الوزير جبران باسيل أعاد جمع ما يمكن جمعه في الساحة اللبنانية، وهون تحية له بهذه الجولة العكارية التي قام بها والتي أثارت غضب القوات اللبنانية. يعني اليوم نازلين بيان يعني عيب الشوم على هذه اللغة السياسية اللي بتستعمل في لبنان. بكل الأحوال على كل حال، يعني مثل ما بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح، لا حزب الله يعني مهتم لهذا الصراخ، ولا التيار الوطني الحر يعني يقف بالمواقف الوطنية يعني نتيجة يعني بعض الكلام من هون وهونيك ممكن يغير رأيه. لا، هذه رؤية ثابتة. يعني اللي عم تقول عنه انه يعني حراكم لن يقدم ولا بيأخر كنواب معارضة، عم بصير في مساعي كمان لضم بلكي التيار الوطني الحر، ما بنعرف يعني مدى جدية هذا الكلام لهلأ، انه طالما كمان التيار الوطني الحر يرفض انه او يتحفظ على موضوع جمع الجبهات وتوحيد الساحات. التيار الوطني الحر سبق كل هؤلاء بالموقف، يعني مش جديد، وهذا الأمر تفهمه حزب الله ولم يعني يعلق عليه وترك الأمور. لكن التيار الوطني الحر أخذ موقف ومش كل يوم طالع عم يحكي فيه وكل يوم عم بيطنطن فيه، بالعكس يعني أخذ هذا الموقف بالمبدأ لأنه
يعني مقتنع بمثل هذا الأمر، وحزب الله احترم هذا الموضوع دون أن يعلق عليه، مش بالضرورة وافق عليه، لكن على الأقل احترم هذا النبل في التعاطي مع الموضوع. يعني في موقف اتخذوا التيار الوطني موقف الحر. وسطي بتعتبره او موقف لا كيف؟ بصرف النظر وسطي ولا مش وسطي، يعني هذا ممكن يكون كمان موقف كثير. انا ما بدي انكر انه في كثير ناس بلبنان يمكن يكونوا مسؤولين بالدوله الان وعندهم هذه النظره، لكن مره واحد بياخذ موقف وخلص بيوقف عنده، يعني انه بخليك يعني كمحطه اساسيه، انه اذا حدا قال له يوم من الايام والله انا اخذت هذا الموقف، بس هذا لا يعني ان اتجرد عن وطنيتي وتجرد عن شعوري مع ابناء بلدي ومع ابناء الجنوب الذين يتعرضون، والشهداء اللي عم يجوا من بعلبك وبيقتلوا بجنوب وبالضاحيه عم بيروحوا على جنوب وعم يستشهدوا، بيجي انا بتجرد بس لاني قاعد بكسروان وبجبال او قاعد بطرابلس، ما لي علاقه بهذا اللي عم بصير، انه والله يابا خلي شيعة علي تندب علي على طريقة الشعار التاريخي، لا، هذه أرض لبنانية، وإذا تداعى أي جسم بالمرض مفترض كل باقي العناصر أن تكون متضامنة، ما بدك تتضامن لا تكون حربة في ظهر المقاومة أو في تطعن بظهره. التيار الوطني الحر لا، آل على نفسه أن لا يكون حربة، بالعكس أن يكون رأس حربة متقدم وأن لا يكون خنجرا في ظهر المقاومة، وهذه قيمة التيار الوطني الحر بال2006 بأول تجربة، بال2011 مع الحرب على سوريا، بحرب تحرير الجرود وفجر الجرود الرئيس ميشيل عون راح على غرفة عمليات قيادة الجيش وخاض المعركة، والتيار الوطني الحر في كل الوقت كان عم ياخذ مواقف بهذا المعنى الوطني الكبير. ما في حدا يقول نعم مختلف هو حزب الله في الرؤية الداخلية. هلا انت عم تقولي لي انه ممكن نواب المعارضة يسحبوا التيار الوطني الحر الى موقف معين؟ قالوا لمحوا انه ممكن نحاول التواصل مع التيار الوطني الحر. شوفي يعني التيار الوطني الحر جرافة، هي تسحب الاخرين، ما معقول يعني انه يصير الامر بهذا المستوى، يعني انه يصير في ثلاث اربع نواب يعني هن يحسوا حالهم انه هن يعني بيكونوا رافعة العمل السياسي بالبلد، مع احترامنا لهم يعني. التيار الوطني الحر ينطلق من رؤية، حزب الله ينطلق من رؤية، في رؤية، حتى إذا تحدثنا باللبنانية الضيقة، التيار الوطني الحر عنده لبنانية صحيح، لكن عنده لبنانية غير مأمورة للخارج، غير مرتهنة للخارج، مش مثل الآخرين عنده اللبنانية مرتبطة بالخارج ويطلب منها من الخارج أن تقول ما تقوله. يعني معلش في تفريق كتير، والواحد الناس شايفه، يعني ما حدا بيقدر يغبر على كلاس مثل ما بقوله أو على طحان، فكل العالم شايفه. يعني لا، التيار الوطني الحر مواقفه لبنانية صميمية، بتختلفي معه ما بتتفقي معه، لكن على الأقل بتعرفي أنه هذا يعني هذا التيار. هلا بديش أعمل أنا جردي لقراءة بموضوع التيار، وإن كنت يعني أكبر مواقفه وخاصة الموقف الأخير، لكن هذا يعني يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها، في حين أنه الآخرين لا يطلقون النار على المقاومة لأهداف خارجية واضح أنه ما إلى علاقة لا بالوطنية اللبنانية ولا إلى علاقة بالنسيج الوطني اللبناني. ما واحد بيطلع بيقول أنه ما بيشبهونا وما بيشبهونا مش عارف. أنت نائب بتحترم العالم، بتحترم حالك بالمجلس النيابي، بتطلع بتقول هذا الحكي، شو مينك أنت؟ يعني مينك أنت حتى يتشبه بك الآخرون أو حتى تكون عنوان للتشبيه؟ يعني وكذا معيب، هذا الولد الصغير بيستحي يحكي هذا الكلام. نحن صرنا نقبله انه بنشتغل عليه بالاعلام، والله بتشبهونا وما بتشبهونا، بنشبهكم وما بنشبهكم، هذا معيب. يعني معيب بتسمع مثل اليوم هذا البيان بالتيار الوطني الحر للمره الالف، تعود وبيقول عم تشتت علينا الدنيا. هذا بيان للقوات عم تقول ايه، هذا بيان بيحترم العالم، بيحترم البشر، شو هذا؟ هذه لغة الزقاق ولغة الشوارع ولغة ناس ليس لديهم اي شيء من الاخلاقية بالتعاطي السياسي. طب يعني فيك تنتقد وتعمل قد ما بدك بيان
قاسي اللهجة بالموقف، لكن أن يصل الأمر بك إلى هذا النوع من الشتائم الرخيصة عيب. طب ده شو بيدل كل هذا المشهد إن كان اللي عم نشوفه من نواب المعارضة بين القوات اللي شهدناه بمطار بيروت والكلام اللي هذا بيدل إنه التيار الوطني الحر حمى لبنان وحمى المسيحيين في لبنان وفي المشرق بهذا الموقف اللي أخده، حتى لا يؤخذ لبنان إلى قسم كتير مقيتة انه المسيحي مع اسرائيل او المسيحي ضد المقاومة، بديش اقول مع اسرائيل او المسيحي ضد المقاومة والمسلم مع المقاومة. هذا الموقف قدر عمل معادلة بالوضع الوطني، لانه نحن عم نحكي بالقوى المسيحية، واضح انه يعني بتسمع الكتائب بتحسي حالك انه انت كأنه هؤلاء لم يمر عليهم الزمن ولم يتعلموا من تجربة ما قبل 82 والحرب الأهلية ورهانهم على الإسرائيلي، ما بدهم يتعلموا، يطلعوا يقولوا نحن رهنا على الإسرائيلي وكان خراب البلد وكان تهجير المسيحيين، وهذا ذكرهم فيه التيار الوطني الحر بشكل أو بآخر. طلعوا يقولوا للقوات اللبنانية إنه سمير جعجع كل رهاناته أدت إلى تهجير المسيحيين وقتلهم وارتكاب المجازر. أنا ما بدي أذكر بالحرب الأهلية، بس أنتم بتقولوا حرب أهلية، بررتوا لحالكم حرب ضد الفلسطينية شوهتوها وطلعتوا تقولوا حرب ضد الغريب. هلا شو عم تقولوا بهذه المواقف؟ يعني عم تقولوا إنه نحن مع الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني، بتطلعوا بتقولوا عنه حزب الله الإيراني لتبرر الحرب. وهذا ما تحاول يعني بعض السفارات مثل ما سمعنا على طبعا يعني على طبعا تركي. وهذا بيان السفارات أكيد مش ما يعني مش خارج عن هذه الفورما، يعني في هناك خريطة طريق انشغلت من السفارات ومن بعض القوى في لبنان. إجا التيار الوطني الحر بهالموقف لا أخذ الأمور إلى مطرح تماما، يعني تماما مطرح الوطني الحقيقي. أنا بختلف معك بوحدة الساحات، لكن لا يمكن أختلف معك أنا بضرورة الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي، ومش بكرة بقول أنه أنا ممنوع الدولة اللبنانية تعطي للبيت المتضرر. أنه يعني شو المنطق هذا؟ هذا منطق عدو لبنان ما بيقوله لك، حتى أعداء لبنان الآن بيقولوا من ضمن الشروط اللي عم يحكوا فيها إعادة إعمار الجنوب، هن عم يحكوا. تطلع أنت بتقول أنا بكركي اليوم ألم تتمهى أيضا مع هذا الموقف الوطني اللي بكركي بعد التوضيح اللي قامت فيه؟ برأيك أنه ما بتتماهى كمان مع الموقف الوطني مثل ما وصفته للتيار الوطني الحر؟ هلا ما بعرف، يعني أنا برأيي غبطة البطريرك أدخل حاله في في أو تراجع أدخل حاله في في حلقة ما كان أبدا. لا ومبارح المطران عودي كمان، يعني هلا يعني مش بس إنه البطريرك الراعي، كمان مبارح المطران عودي يعني كلامه كلام مؤذي وكلام لا ينم عن أي مسؤولية، وهذا كلام لا يليق بمطران أو براعي طائفة. هلا ما بعرف إذا هو بالعنوان هو راعي أبرشيت بيروت، مطران بيروت، بطريرك، والله ما بعرف شو التوصيف، بس بتصور مطران بيروت. نعم. هذا معيب، يعني مطران بيروت يطلع يحكي هذا الحكي؟ لا، ويتوجه بالشخصي إلى السيد حسن نصر الله بيقول لبنان يحكمه شخص، عيب. أنت كيف توقف على منبر الكنيسة تحكي هذا الحكي؟ أنت بتقتنع فيه؟ مين اللي عم يقول لك هذا الحكي؟ هذا ينبع من لا مسؤولية، واحد انه يعني مكرس نفسه ايضا ان يستخدم المنبر الكنيسي لمثل هذا الحكي. بالعودة الى البطرك، بالعودة الى البطرك ادخل حاله في حلقة لم يكن هناك من داع لها، ولم يكن هناك من داع للدخول بهذه السجلات. لا بطلع بصرح هيك، شو يعني؟ ما انت اصلا عظة مكتوبة، ليش بده يكون فيها هذا الخطأ يعني؟ يعني ليش بده يكون فيها هذا الخطأ؟ وبعدين ليش هذه المنادات بالقرارات الدولية وقت فقط خطأ من جانب واحد؟ معتبروا اساسا غير موجه للمقاومة. جيد ماشي، على كل حال خيرا فعلوا بالتوضيح اللي صار، يعني وان كنا بغنى عن هذا الامر وبغنى عن بيان سماحة المفتي الشيخ أحمد أبلان، يعني كنا بغنى عن هذا السجل، بس إنه لما بيطلع شيء مثل هالنوع بدك تسمع رد بالمقابل. يعني هذا البلد عطول هيك. أنا كنت بتمنى من مفتي جمهوري إنه يقاطع كمان وما يروح، كان في موقف بيطلع موقف على الأقل موقف إسلامي، وشيخ عاقل الطائفة درزية كمان ما يروح. برأيك التوضيح رح يعيد العلاقة مثل ما كانت؟ هلا سمعت امبارح المسؤول الإعلامي بكركي، يعني هلا ما بعرف قديش، يعني حتى إنه يعني بعض الميليشيات اليمين المتطرف بلبنان من جماعة القوات والكتائب مش معجبهم التوضيح، لا بدهم البطريرك يهاجم حزب الله ويهاجم المقاومة، مش معجبهم التوضيح. على كل حال
الله يسامحهم والله يهديهم، بركي بيتعلموا هودي التاريخ. يعني اذا ما علموا التاريخ ما بعرف شو اللي بده يعلمهم، يعني ما بعرف. نتابع حديثنا بكره، بس يتعلموا انه اسرائيل التي وصلت الى الحائط المسدود، بكره بيتعلموا. على كل، نتابع حديثنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. كملين معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الاستاذ فيصل عبد الستر، اهلا وسهلا فيك مره جديده. كنا بلشنا بهوكشتاين، فتنا شوي على الموضوع اللبناني. حدا بعث لي رساله انه بحسك انت طرف وطرف. مش الموضوع طرف، يعني انا موضوع كمان مواطن لبناني، انا مش عم ناقش هيك يعني قضيه بالمريخ، انا عم ناقش قضيه بتعنيني، بتعني اولاد عمي، اولاد خالي، اولاد خالتي، تاني ابناء بلدي. يعني ما فيني ناقشها هيك اني يكون بلاستيك والله، بس انه يا رب لانه انا صحافي موضوعي. في موضوع له علاقه باسرائيل، لا يمكن لاحد ان يكون يعني خارج هذا الانتماء بان يكون مقاوم ضد اسرائيل. في توافق، يعني كمان لنحط الامور بنصابه مثل ما بيقولوا، انه ما في توافق لبناني شامل على أحقية ربما المساندة وفتح هيدي الجبهة، إن كان أخلاقيا وإن كان عقائديا ووطنيا وسياديا، طالما نحن بعدنا نرزح تحت احتلال واعتداءات متكررة إسرائيلية. هلا شوفي، ما حدا بيقدر يحقق إجماع حتى بقضايا كبرى يعني. وهذا أمر يعني طبيعي، نحن نظامنا لا يخضع لنظام الاستفتاء حتى نكون مختلفين في قضية ما نرجع فيها إلى الاستفتاء العام. أولا نحن بلد محكوم بلعنة الجغرافيا. ما الذي يحدد هذه المعايير الوطنية والسيادية والإنسانية؟ ما في بلد بالعالم ليس له عدو، نحن عدونا محدد ابتداء قبل أن تقوم هذه الدولة في إلنا عدو. يعني قبل أن تقوم الدولة، سواء بلبنان الكبير ولبنان الصغير ولبنان المقمط بالسرير، نحن في عنا عدو إجا استولى على أرض واحتللنا 7 قرى ب48 وارتكب مجازر بحق شعبنا الفلسطيني واللبناني على حد سواء ب48 وبعد 48 وقبل 48. انه هذه امور ما فيها التباس، يعني لم يمر عليها الزمن مثل ما بيقولوا، ما هي متواصله. ما هذا العدوان الاسرائيلي بعده ماشي، ما وقف. ما فيني اقول انا والله بدي اجماع انه اسرائيل عدوة لبنان. ما فيني انا يجي اقول انه الحياد هو عنوان لمرحله سياسيه. ما فيني اقول انه انا لا اريد الاذى للاخرين. اي اخرين؟ انت عن مين عم تحكي؟ يعني انت بتطلع بترفع كل شعاراتك الحاقده ضد سوريا اللي هي من لحمك ودمك ونسيجك ومش عارف شو، ومع اسرائيل بتطلع بتقول لا اريد الاذى للاخرين والمجرم بشار الاسد والنظام السوري المجرم، وبينما اسرائيل بتطلع بتقول نريد السلام مع جارنا الاسرائيلي. طيب هذا ما هذا له علاقه بالتوافق بالاتفاق؟ لا، هذا في ناس خاينه، في ناس خاينه بكل معنى الكلمه وبعدها مستمره بهذا الرهان. واذا طلعتي قلتي عنهم اسرائيليه قال بيزعلوا ان احنا عم نخون، يا اخي مش نحن عم نخون، انت مصر تبقى بالخيانه. يعني اطلع من الخيانه شوي، غير ثيابك، غير ثيابك على الاقل. طيب بدكش تغير ثيابك، غير لسانك. طيب انت بلسانك بتصريحك اسرائيلي وبتيابك اسرائيلي وبنفسك اسرائيلي، بس اطلع انا احكي بتقلي عم تخونني؟ كيف عم خونك؟ يعني بيطلع انا المقاومة اللي عم بستشهد عندي 500 شهيد بتطلع بتقلي حزب ايراني واجندات ايرانية؟ شو هالحكي هذا؟ يعني امريكا كل هذا اللي عم تعمله انه هذا لخدمة اسرائيل، بيطلع انه امريكا مش وطنية، يعني مش هيك؟ انه امريكا بتشتغل عند اسرائيل. طيب ما في منطق يا مدام نوره بالموضوع. عشان هيك هو ما بيقدر يكون عم بيناقش الامور هيك بموضوعيه خالصه. لما بدي ناقش بموضوعيه بدي يكون عندي راي اخر، لا اشتمه ولا اسيء اليه. لما بكون لحالي انا بدي استعرض كل الاراء الموجوده. هيدا نحن عم نرد على المسج اللي وصلت لك. ايه صحيح. هلا بدنا نفوت على موضوع هوكشتاين، عم يطرح حل وسط. يعني كمان اليوم بصحيفه الاخبار ذاكرين بهيدا تحت عنوان انه هوكشتاين مهضوم بطرحه. الطرح هو الحل الوسط، يعني اوكي عرفوا الجماعه انه مرتبطه جبهه لبنان بجبهه غزه، فلتذهب المقاومه وتحصر عملياتها في منطقه متنازع عليها كشبعه.
مثلا، شو رأيك بهالطرح؟ واليوم رح يصير حديث يعني أو حل فرنسي أمريكي مشترك حول هذا الموضوع. جريدة الأخبار حاطين إنه مهضوم هوكشتاين بين الهلالين. لا حقيقة عم يعمل لنا حق الرماية يعني، ما بعرف شو رأيه ينظم لنا كمان مباراة صايدة ونيكي على الصحون وعلى هذا، بنجيب لهم بنجيب صديقنا أبو كرم عطية بصير هو بما إنه بطل بالرماية يعني. شو هذا؟ شو هذا يعني حقيقة هذا بدل قديش الأمريكي خبيث. طيب أنت ما زالك أنت ضنين بالقرارات الدولية اللي عم تحكي عنها، وإنه جاي بتضلك رايح جاي عشان 17-01. طيب بطريقك في 425 قبل منه بزمان، وال 425 له علاقة بمزارع الشبعة، وأنتوا الأمريكان اعترفتوا بهذا الأمر، بس فارس سعيد ما اعترف ولا أشرف ريفي إنه بدهم إياها مع سوريا المزارع الشبعة. طيب بركي بكرة يعني قالوا لنا كمان مزارع الشبعة سورية، يعني إنه عم بيعترف هلا هوكشتاين إنه مزارع الشبعة لبنانية مش هيك؟ طيب يطلع هذا الاعتراف يجيب له نيابة لأودي نواب المعارضة يقول له إنه هيدي ضمن القرارات الدولية اللي أمريكا مش عم تقبل يتنفذ فيها القرارات الدولية، وعم يرجعونا ل 242 و138 وما بعرف شو هالقرارات اللي بترجعنا إلى موضوع يعني الخلاف التاريخي حول أراضٍ عربية أو الأراضي العربية المحتلة. ضلوا يشتغلوا فينا سنين لحتى الإسرائيلي هو بيفسر هيدي القصة عزو، وهلأ هيدي القصة كمان تعول المزارع الشبعة. نحن في حي صبي صرنا مدري قديش، وطلع كم واحد يقول قال بده وراء من سوريا ومن الخدمة الدولة السورية. على كل حال هذا يعني يدل بعيد عن المنطق. لا لا هذا هذا يدل على خبث الأمريكي. يعني هذا مثل عم يقول إنه حزب الله عنده هواية بس إطلاق النار، وإنه يعني ممارسة العمل العسكري. تعوا يا شباب نحصركم بهالدائرة وعملوا مباراة أنتوا الإسرائيلي يعني. هذا سخيف، هو سخيف وإدارته سخيفة، واللي بيردوا عليهم بيكونوا أسخف منهم يعني. يتزامن الأرض الأرض اليوم. الأرض محكومة بميثاق وطني أخلاقي قيمي سيادي، ما لها علاقة إنه هيدي الأرض بتهم ولا ما بتهم، وقديش مساحتها ولا ما قديش مساحتها، لحتى لي عم تعمل لي إياها إنه بؤرة لا مزاع. بس اليوم لا يبحث الأمريكي عن مخرج يعني لشو بدل هذا الموضوع، وكمان عم يتزامن ما بدنا ننسى هذا دليل انه انت قويه المفعل الالماني اللي صار بالاسبوع الماضي مع يعني المدير او نائب مدير المخابرات الالماني اللي زار حار تحريك والضاحيه الجنوبيه. كيف توصف وشو عطيتها؟ مع انه الالمان مصنفين حزب الله ارهاب، ليش اجوا اجتمعوا فيه؟ طيب مش هيك؟ حتى نشوف هودي جماعة يعني اللي قاموا على جامعة الدول العربية على أساس حزب الله ناطر من جامعة الدول العربية وغيرها يعني. وحزب الله مش سائل على الأمريكا وعلى كل هذا العالم، لأنه هو يقوم بعمل وطني أخلاقي. ما بتأثر إيجابا يعني اللي عم بيصير، إن كان من توضيح بكركي يعني نبدأ من هون انه لا نحن يعني منيح اللي صار هيك. توضيح بكركي توضيح بكركي يجب يعني الحملة اللي صارت على بكركي، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة حزب الله. واليوم كمان به جامعة الدول العربية كمان هناك تبدل وتحول تجاه هذه النظرة. شوفي هلا على مستوى التمني، أنا كمواطن لبناني أتمنى أن يكون كل اللبنانيين ضمن بوتقة واحدة يؤمنون بنفس المبادئ على الأقل على المستوى الوطني العام. وبتمنى أن القوات والكتائب يصيروا جزء من المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. هذا تمني، هلا بيصير ما بعرف، بس انه يعني انا عندي يعني عامل ندر انه انا ابقى انا والقوات والكتائب او غيرنا. حكينا بما يكفي قوات لا لا عم بقول غيرنا او غيرنا حتى بالخلاف. لا حتى يعني تبدل هيدا الرؤيه لحزب الله عم تقول ما بتقدم وتاخر. ما بتقدم وبتاخر لانه هذه لا تغير في توصيف حزب الله. حزب الله حزب مقاومه انشئ لمقاومه اسرائيل وبسبب احتلال اسرائيل للبنان، يعني لم يكن موجود يعني حزب الله قبل الاحتلال. لن تساعد بتسوية يعني بعدين بالمفاوضات هيدا التبدل بالموقف تجاه حزب الله، ما بيساعد العالم بتسوية. العالم لا يتعامل إلا مع القوي. أنت أثبتت قوتك مثل ما عم نقول هلا بلينكن شو طلع حكي، وهلا هذا الألماني لما بصنف حزب الله إرهابي وبيجي على حارة حريك
بيجتمع مع نائب الامين العام لحزب الله. شو معناتها؟ يعني معناتها الالماني تنازل وتخلى عن التوصيف تبعه، مش هيك؟ كانوا بالزمانات قالوا يقولوا لنا شو التوصيف، الجناح السياسي والجناح العسكري. هذا نوع من الشطط يعني، ما له علاقه بالواقع، بس انه ناس بدها تحاول تبرر لحالها يعني الخساره يعني، فهمت كيف؟ تطلع بتقول والله انا تعرضت لي بمكان معين كلت قتله، فبيطلع بيقول انه اذا انت غريب بمطرح معلش يتقبل الامور يعني. فبيطلع بيبرر انه اكل قتله لانه هو غريب بمطرح. لا، شوفي الدول ايضا تتعامل بشيء من البراغماتيه الغير مفهومه احيانا بعض الاحيان. وهيدي الدول على راسهم امريكا وغير امريكا يعني، مثل هلا هوكشتاين اللي عم يحكيه يعني، هذا اللي عم يحكيه يعني هذا اقرار بالحق اللبناني، وهذا اقرار واضح بالحق اللبناني، واقرار بالتعنت الاسرائيلي. يعني عم يطلع يقول انه الاسرائيلي محتل مزارع شبعه وانتم بحق لكم تعملوا عمليه، يعني عم يناقض كل المواقف الداخليه اللبنانيه اللي كانت تطلع تقول انه خلينا نحن بالدبلوماسيه نحلها وما بعرف شو الى اخره. هذا مهم. لكن اللي بدي اقوله، انت سؤالك الاساسي انه توضيح بكركي اصبح وراء ظهرنا الان. يعني هذا التوضيح هذا بفيد بكركي، لانه ما تعرضت له بكركي من وراء التصريح كان كافي بان يعني تجعل بكركي ترجع تصوب من جديد. وما حدا يقول لي بكركي دائما على حق، ما في حدا معه دائما الحق، كل العالم ممكن تغلط يعني، ما حدا فوق الغلط يعني. حزب الله بيغلط، بكركي بتغلط، كل العالم بتغلط. منيح اللي بيغلط يطلع يقول انه انا غلطت، انه فكيف اذا كان الغلط على مستوى هالقد فظيع وهالقد شنيع؟ بدنا نحكي بعد الفاصل. هلا بالنسبه لجامعه الدول العربيه يا ريتهم ما حكيوا بهالطريقه، ولا يا ريتهم ما عملوا التوضيح. يعني هن بالجهتين ادانوا حالهم بحالهم، واساسا جامعه الدول العربيه جسد ميت يعني، ما عادش حدا الواحد يعني سائل عنه. انا عم بحكي على مستوى الشخص، الدول الى شيء ثاني. جامعه الدول العربيه سقطت منذ ان تعرضت لسوريا، منذ ان تآمرت على سوريا، والى الان حتى الان لم تصلح الامر مع سوريا كما يجب، ولا زالت في حاله السقوط. رح نتابع حديثنا، بدنا نحكي لوين رايح الامور، يعني هناك تهديدات وتحديد توقيت هذه الحرب بمنتصف شهر تموز. عم يحكي الاسرائيلي عن المرحله الثالثه بغزه وانهاء العمليات تدريجيا فيها، كما وصف العمليات الكبيرة، وربما ذهاب لحرب استنزاف كما تقول بعض التحليلات. مشاهدينا بعد هذا الفاصل خليكم معنا. الجزء الأخير من حوار اليوم مع الأستاذ فيصل عبد الساتر. الأستاذ فيصل، يعني التهويل يزداد اليوم، الإسرائيلي يقول بأنه سيخفض عملياته بغزة وبرفح للتركيز أكثر على جبهة الشمال، ويعطي مواعيد مثل عادته بصيف واعد في لبنان وحار على سبيل هو شو بيقول. فشو رأيك؟ أنا برأيي الإسرائيلي أعجز من أن يقوم بأي شيء ضد لبنان بهذا المعنى اللي عم بيحاول البعض يفسره، أنه استنفار على الجبهة الشمالية ونقل المعركة إلى الجبهة مع لبنان. هذا كله حكي في إطار التهويل وفي إطار التهديد. ما هو هذا الإسرائيلي بكل تاريخه لو بقادر يحمل 9 أشهر حرب انفرضت عليه بعده إلى الآن مش قادر يطلع من هذه الدائرة؟ شو بدي بكل هذا الحكي؟ خلينا نشوف الإسرائيلي شو بيحكي. إذا إسحاق بريك ويفتح رونالدو وغيره إلى آخره من كبار الشخصيات بإسرائيل المحترمين داخل الرأي العام الصهيوني، واللي لهم مواقع مهمة كان بالجيش وبالعسكر، هم عم بيحكوا إنه نحن أصبنا بعجز استراتيجي وفشل استراتيجي، مش عارف شو. بدي أجي أسمع لكم واحد بالداخل اللبناني إنه هودي عم بيهولوا علينا. شوف الإسرائيلي اليوم بأسوأ وضع ممكن أن تصفيه. هلأ بيطلع واحد بيقول لك انه احنا بأسوأ وضع، وبيطلع واحد بيقول لك ليك الدمار بغزة والى اخره. يا عم الحرب يعني الحرب لا تقيم بهذه الطريقه. ما هو الامريكان دمروا هيروشيما وناكازاكي وعملوا جرائم طويله عريضه والى اخره، شو عملوا بعدين؟ شو عملوا؟ معنوا الان بتاريخ البشر امريكا اكبر مجرمه بالعالم، مش هيك؟
انه شو يعني هذا عمل لها معايير معينه لامريكا، غيرها معايير. طيب اسرائيل مجرمه وارتكبت الاجرام والمجازر، لكن استطاعت ان تنتصر على شعب فلسطيني ب 365 كيلومتر، صار 9 اشهر وبعدها بتقول النصر المطلق وقضينا وما قضينا وسنقضي وما بعرف شو، ما قدروا عملوا شيء. هكذا تقيم الحروب، تقيم بالاهداف وبالنتائج. هلا الان انه هن بدهم يخوفوا اللبنانيين، لك هذه الحرب الاستنزاف اللي فرضها حزب الله بهذا الايقاع منذ 8 اكتوبر الى الان، خلينا نشوفها بالمقلب الاسرائيلي شو كلفت. كل يوم تسمع تصريح لن نقبل بان يبقى الوضع في الشمال، سنعيد سكان الشمال، مش هيك؟ اذا عم يعترفوا بالوقائع اللي قدر حزب الله فرضها بهذه المنطقه، وهذه لاول مره بتاريخ الكيان الاسرائيلي منذ ان قام في 48 بيشعر ابن كريات شمونة والمطله مثل ما بيشعر ابن كفركلا والعديسي لاول مره. كان عطول ابن كفركلة وعديسي وحولة وعيترون وبنت جبال ومارون وصولا إلى الخيام وصولا إلى آخر لدنقورة، كانوا بيشعروا دايما أنه هني معرضين، أنه إذا حدا عطس من الجانب اللبناني يطلع يقولوا صواريخ المقاومة الفلسطينية يضربوا الإسرائيلية ويعملوا العمايل. اليوم شو؟ اليوم تغيرت كل المعادلة، صار حزب الله يهدد العمق بالداخل الشمال الفلسطيني المحتل، ومش بس هيك، هدهد وبنك الأهداف وكل ما تلا ذلك أيضا بعد الهدهد، ومن خطاب السيد اللي حكي فيه عن بنك الأهداف. طيب هذا كله هذا يؤشر أنه الإسرائيلي عاجز. وليش الأمريكاني بده يطلع يحكي؟ ليش البلينكن بده يطلع دايما يعني هو يستوعب الموضوع بعد كل جولة من المفاوضات؟ لأنه خايفين، لأنه الإسرائيلي خايف. امبارح عم بيقول هرتزي هليفي، يا عمي هودي اللبنانيين اللي بعض الأصوات اللي ضد حزب الله وضد المقاومة وضد حالهم وبيكرهوا حالهم، يروحوا يشوفوا شو بيقولوا الإسرائيلي، يشوفوا هرتزي هليفي رئيس الأركان امبارح عم بيقول له لنتنياهو بترجاك بدنا 15 كتيبة الآن، بدنا متطوعين، لك عم يبعثوا على الواتساب بدهم متطوعين، لك لبنان استحى يقولها. لبنان استحى يقولها، بدهم متطوعين. حزب الله عم بيطرد اللي جايين على دورات التعبئة وعلى يعني عم بيقول لهم سيد حسن دخيلكم، أنا عندي عدد كبير وبزيادة وما بدي حدا يطلع على الجنوب لأنه عندي عدد كافي. الإسرائيلي أكبر دولة بالمنطقة والجيش الذي لا يقهر الآن مصاب بعجز مش قادر يجيب احتياط. 900 ضابط قدموا استقالتهم بس بال24 مش 23 24. هلا نحن يعني من اول 24 صرنا 6 اشهر دخلنا بالسابع، 900 ضابط، هذا ما صار بتاريخ اي جيش بالعالم. طيب هودي كلهم ما عم يشوف هذا الاسرائيلي بده يهددنا. شو بده يهددنا؟ بشو؟ بالكهرباء؟ بشو بده يهددنا؟ بس اليوم ما عنده الاسرائيلي مقومات الدعم الغربي، يعني أمريكا لن تتوانى عن دعم. شوفي هلا هاي المقولة، هاي المقولة نحن كلنا العلاقة مع هاي المقولة نحن كلنا مقتنعين فيها، بس هاي المقولة محلة توقف، محلة توقف قدام العجز الأمريكي الآن. بتعرفي قديش الدين الأمريكي صار مرتفع منذ حرب أوكرانيا وحرب غزة؟ طالع أكثر من تريليون ومدري قديش دين دين الامريكي. انه شو هذه امريكا؟ انه فيها توقف ضد قوانين الطبيعه والمسار التاريخي للامم والشعوب والبشر؟ كل امبراطوريات العالم تنهار بسبب الفساد، بسبب الديون، بسبب المصالح الشخصيه. بالنهايه امريكا هذا التوسع والتغول ودعم الحروب واستثمار ونهب ثروات العالم اخر شيء بدها توصل لمطرح تغرق فيه، وهن عم بيقروا. يعني هن الان عندهم ازمه ممكن تكون ازمه مثل ازمه اوباما بال 2008. يعني منا مزحه القصه اللي عم بصير يعني بامريكا. نطلع نقول انه ايه اسرائيل كل العالم تبكي عليها، طيب هذا اليمين المتطرف طلع بفرنسا بكره بدهم يقضوا على كل المكرونيه السياسيه، ويمكن اليمين المتطرف يرجع يطلع باكثر من دوله بالعالم. انه اسرائيل صحيح متمكنة باللوبي الصهيوني بكثير من المنظمات اليهودية بالعالم، بس انه ما فيها تكمل ضمن هذا المسار. يعني ما في كل العالم يكون حصالة نقود للاقتصاد الاسرائيلي، مصر من 48 بيدعموه، لكن هذه الحرب الان مع كل ما يعني تلاها من تداعيات، لك بيكفي نحن عم نحكي الان
انه اللي ما حدا شايف اليمن، واللي ما حدا عم يحكي عن اليمن. بتعرفي انه اليمن الان عمل لهم ارباك للامريكان وللاوروبيين بما لا يمكن لاحد ان يتصوره، والدليل هو الهجمات الأمريكية البريطانية المتواصلة على اليمن. ما لو كان هذا اليمن مش عم بيأثر، ليش بدهم يروحوا يعملوا عليه غارات وعدوان؟ طيب الشحن في العالم طلعت نسبته مدري قديش، خليهم يقولوا لك انتوا اعملوا تقرير بالاو تي في او اعملوا حلقة عن ارتفاع اسعار الشحن في العالم بسبب الأزمة وبسبب حرب غزة وبسبب ما يعني اليمني أثر على كل هذا الموضوع. طيب الإسرائيلي بعده معتمد على هذا الاقتصاد، طيب عال مش إذا معتمد على الاقتصاد خلي الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين يعطوه، خليهم يعطوه. ما هني عم بيقولوا نحن ما عادش فينا نتحمل، وعم بيقروا المزيد من الأسلحة المزيد من الأسلحة. وبعدين ما هذه الأسلحة كلفتها كل يعني كلفة الانفاق تعولها كلفة عالية جدا، كله عم بيروح من الميزانية الأمريكية. واليوم في عندهم الأمريكان انتخابات وهم بدهم يكملوا بهذا المسار. أنا برأيي الإسرائيلي أعجز من أن يحرك الجبهة اللبنانية بما يعني الحرب. ممكن أن يضرب هدف معين، أن يخرج بشيء من ماء الوجه مثل ما نفكر، لكن أيضا هذا له حسابات، هذا له حسابات أنه أن لا يكون له تداعيات بالذهاب إلى الحرب. يعني كيف سيؤثر يعني مسار الأمور أو على مسار الأمور الانتخابات الإيرانية المرتقبة ونتائجها؟ ما بعتقد يعني شو بتتوقع بهذه ما بعتقد الانتخابات الإيرانية سيكون لها تأثير على المسار بالسياسات الخارجية مثل ما البعض بيفكر، يعني سواء إجا جليلي أو سواء إجا بزكشكيان. يعني بعتقد السياسات الخارجية الإيرانية وصار واضح أنه ترسم من قبل المؤسسات التي يعني أصبحت معروفة يعني، والتي للمرشد أو للقائد الأعلى السيد الإمام علي الخامنئي، الإمام السيد علي الخامنئي القرار الأول في هذا الإطار. هلا طبعا هذا لا يلغي المؤسسات ولا يعني يعطيه حق التفرد بالقرار، لكن دائما بحسب الدستور لديه هذه السلطة ولديه القدرة على يعني اتخاذ القرار من خلال التشاور مع هذه المؤسسات. بعتقد إيران أخذت خيار واضح، وبالأمس حكي وزير الخارجية بالإنابة كان واضح، يمكن زعل البعض منه، وكمان سمعت مستشار الإمام الخامنئي حكي ورجع صرح للفاينانشال تايمز عن دعم لبنان بحال فصول، صرح على الفاينانشال تايمز انه يعني قصد التصريح بطريقه يعني ملتبسه. بكل الاحوال انا برايي ايران ستكون جزء من اي عدوان يشن على لبنان، وهي قالت هذا الامر ومش خافيته. ومش بس ايران، ويمكن العراق وسوريا، وهنا عم بحكي على مستوى الدول، لم تعد القضيه مرتبطه ايضا ب كتائب وقوة يعني وقوة ومقاومات، بل أكثر من ذلك بدول. يعني هذا دائما كنا نسمع هذا الكلام، يعني هذه المرة الكلام جد وفعلي خصوصا بعد الرد الإيراني. يعني بعتقد أنه يعني الكلام مفترض أن يكون جد، أكيد جد يعني مش مزح. هلا طبعا امبارح كشفوا عن أنه كيف الدول كانت عم تتوسل إيران أنه ما تضرب إسرائيل، رغم ذلك ضربتها يعني ضربتها وقيلت لهم يعني أنه معناتها أنه إيران قررت تحدي بهذا الإطار. هلا بيطلع واحد بيقول لك أنه ليش ما بتفوت على الحرب؟ الحرب شيء والرسائل بالنار شيء آخر. إيران أرادت إرسال رسالة بالنار، ولكنها لا تزال في نفس المسار الذي لا يقول بالحرب الكبرى ولا يريد توسيع الحرب. وهذا أمر طيب، يعني هذا مفترض تشكر عليه الدول، إنه يعني مفترض الدول أن تذهب كلها إلى الحرب. لا، ما هو حزب الله قال انه انا ما بدي حرب، بس انه هذا الاسرائيلي هذا منطق الامور. لكن هذا الاسرائيلي هو الذي قرر هذه الحرب، بيطلع بيقولوا لك الحرب والسلم ومش عارف شو هذه المقوله بلبنان. يعمل حرب والسلم لم يكن مره بتاريخ بيد احد من اللبنانيين، انما كان دائما بيد الاسرائيلي. يعني هيك بالوقت المتبقي الهبات اكيد بدنا نحكي شوي رئاسيات اذا في شيء بهذا الاطار. ما في شيء رئاسيات، ما في شيء القطرية يعني والسعودية بأي هيك نعم بأي صورة بتضع الهبة الإيرانية القطرية والسعودية؟ هلا هي فيما له علاقة بدعم الجيش اللبناني طبعا هذا متواصل، يعني صاروا كذا سنة يعني ما
يعني بدنا نتمنى نطلع من هالقصة، يعني نتمنى انه هودي اللبنانيين انه يفكروا انه لما بيضل جيشهم يعني يعيش على هذه المساعدات، يعني هذا معناتها كارثة. يعني مفترض انه نفكر بطريقة تانية كيف نرفع يعني الامور بالبلد، كيف نحاسب، كيف نخلي كيف الجباية، كيف نخلي مصريات المودعين يرجعوا، كيف نحاسب اللي سرقوا، يعني على الأقل إنه هذه الأمور ما لازم تغيب عنا، وخاصة إنه نحن يعني عندنا ثروات كبيرة في الخارج. لو كان هناك ثقة بعد بهذا النظام والجسم المصرفي اللبناني ما كنا وصلنا لهون. يعني معلش إنه يعني إنه الجيش اللبناني بيضل عايش على مساعدات من قطر ومن أمريكا ومن السعودية، مع احترامنا للدول العربية اللي عم تقدم مساعدات، بس إنه هذا معيب. حتى كل القوى الأمنية يعني بهذه الطريقة يقدم لها مساعدات، هذا لازم يشعرنا بالغضب. يعني هذا صحيح نحن بنشكر اللي عم بيساعده، بس هذا لازم يشعرنا بالغضب، وهذا لازم يخلينا كلنا نفكر انه ليش وصلنا لهون؟ وين مصريات الناس؟ وين الاموال؟ وين الاموال اللي انفقت على مشاريع الهدر والسرقه بالبلد؟ هيك عم تفتح اسئله بدها ساعات. على كل حال، عوده بهاء الحريري الى لبنان كيف بتلاقيها؟ هلا بوقت فعلا في يتم اذا بدك بالمرجعيه السنيه. والله هي انا يعني هذه قصه اليتم وقصه الزعامه الوحيده، وانه هذا اللي بيحكي باسم الشيعه وهذا باسم السنه وهذا باسم الدروز، يعني ما بعرف امتى بدنا نخلص منها. يعني اول شيء يتم، ليش بدها تكون يتيم الطائفه السنيه؟ يعني ليش فيصل كرامي يعني ابن جيراننا، يعني او يعني اي شخصيه موجوده بالبلد، يعني انه الرئيس مئات ابن الجيران، يعني طب ما هودي سنه موجودين بالبلد. يعني مساله انه دائما نحن نفتش انه واحد، يعني اذا ما كان شخصيه كاسحه ماسحه، يعني معنات الاخرين ما بيكونوا لهم اهميتهم. أنا ضد فكرة يعني ضد فكرة حصر الطوائف بأشخاص، وإن كان الوقائع هيك بتقول. يعني ما فيك تحكي عن دروز بلا ولي جملاط مثلا، ما فيك تحكي عن الشيعة بلا سيد حسن والرئيس بري. هاي الوراثة هلا هذا البلد هيك، بدنا نحترمه ونحترم المكونات تبعه، بس هذا مش معناته أن نزدري الآخرين لأنه ما طلع عندنا مرجعية كاسحة وماسحة فبيطلعوا الاخرين يعني مش موجودين. معلش، ما هذا التصنيع للزعامات كمان كان عم ينشغل، يعني ما كان يعني انه مع احترامنا للرئيس سعد الحريري، يعني سعد الحريري هو يعني اللي كان الشخصيه اللي بتكسح الجماهير، لا ما هو كمان جزء من هذا الامر له علاقه بالوراثه، بس اثبت انه هو الذي يمثل اكيد اكيد. وانا شخصيا بحبه وبتمنى له كل الخير، وبتمنى له يرجع ويمارس عمله السياسي، لكن شو بنساوي اذا السعوديه منعته والسعوديه حاطه عليه كل هذه، وبيطلع الواحد بيقول لك لا مش مزبوط. لا مزبوط ونص، مزبوط ونص وزياده كمان. طيب هلا عوده الابن الضال، مش هيك؟ هذا الابن الضال يعني اول شيء ما حدا قال له فل، يعني حتى لي يرجع ويقول انه عودته يعني. وثاني شيء هذا البلد بيستوعب كل الناس، يعني ما في مشكله. يعني بدي اتشكرك استاذ فيصل عبد الساتر مدير مركز زادال للاعلام لحضورك لحوار اليوم. بدي اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.